يبقى الحل الوحيد ان حد ينط من المنطاد عشان يخف شويه. طيب الراجل ده كان مستعجل. انت هتهرج ولا ايه؟ ابعد عني. انزل يا مدام. نعم. معاه مسدس يا ماما. ايه مش فاهماك. لو محدش نط دلوقتي حالا هرميكم كلكم. ها القطر القطر. ماله؟ احنا ممكن نربط الهلب بتاع المنطاد في القطر ده ونفضل طايرين فوقه لغايه اما المنطاد ينزل. افارم عليك يا بكار خفيف، تقدر تخلي المنطاد يروح عند القطر؟ احاول وهو كله بتسهيل ربنا. بص يا مدام، انت مش هتنطي من ارتفاع كبير، اول ما المنطاد يقرب من الارض نطي. ولو حصل حاجة هقول للولاد انك ضحيتي عشاننا. جلال اتعدل. نط انت بدل ما نرمي المدام. وهو انا وهي ايه؟ هذا ويقابلنا الان معبد ادفو، وهو من المعابد الهامة. مش عارف احول الاتجاه، المعلم عبدون هو اللي بيعرف. يبقى اكلمه تاني. ما ترد يا عبدون، يمكن حاجة مهمة. اوف هات. الو الو يا سيدون، عايز ايه؟ يا عبدون المنطاد خم. بتقول ايه؟ بقول المنطاد خم، مش عارفين نعمل ايه. اوه انت في حتة الشبكة فيها مش كويسة يا سيدون، اقفل واتصل تاني. انا مش سامعك. يخرب بيتك، انا بقول لك قفل. الحمد لله الريح ساعدتنا اخيرا. اي حد بيساعد الحمد لله. هجرب من القطر. محدش هيمسكني، خد دي في الكبوت. طب دي خليك وراه. تمام يا فندم. يا فندم المتهمين بيحاولوا يهربوا ناحية القطر. متهمين ايه يا هاني باشا؟ بص يا فندم، انا تحليلي للموقف ان في ارهابيين خاطفين السياح الاجانب وهيطلبوا فدية. دول ضربوا علينا نار يا فندم، ودلوقتي متجهين بالمنطاد ناحية القطر اللي اكيد هيستخدموه للهرب. يا خبر، نعمل المستحيل يا هاني عشان تمنعهم، دي سمعة مصر. اوامرك يا باشا. كده احنا فوق القطر يا خالي، نرمي الهلب بقى ونفضي المنطاد والقطر هيوصلنا لاقرب محطة. كلام جميل. وبالنسبة للمقص باشا، ممكن حضرتك تبقى تنزل من المنطاد وتركب القطر وتكمل هروبك بيه. مفيش حد هينزل، ما ترميش البتاعة دي بدل ما اضرب النار. بقولك حقوق مزرعتي. ها يا راجل وساكت من الصبح. مقص عايز ايه؟ الراجل ده عايز يقول لك حاجة. ايه؟ هتشوف بابا. يرحمكم الله.